أهلا بكم أصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، بنكمل مع بعض دراسة منهجنا كونكت 5، وبنبدأ النهاردة مع بعض في دراسة يونت 2 اللي عنوانها I want to be healthy. I want to be healthy يعني أريد أن أكون بصحة جيدة. معكم مستر محمد سيف، ودرسنا النهاردة هو Lesson 1. Lesson 1 مقسوم لتو بارتس، هنبدأ مع بعض بارت 1 اللي بيقول لنا ده درس Listening and Reading Sports، أو عنوان درسنا عن السبورتس. نبدأ في قراءة الفوكاب: فوتبول، فوتبول كرة القدم، هاند بول، هاند بول كرة اليد، سكواش، سكواش يعني لعبة السكواش، تنس، تنس اللي هي التنس، سويمينج، سويمينج رياضة السباحة، سيلينج، سيلينج الإبحار، كرادي، كرادي أو كراتي، كراتي رياضة الكاراتيه، كونغ فو، كونغ فو الكونغ فو. كي بنكمل: ماتش، ماتش مباراة، ليتر، ليتر لاحقا، سبورتس، سبورتس رياضات، أولد، أولد قديم، جريت، جريت عظيم أو رائع، جيم، جيم لعبة أو مباراة، كلاب، كلاب نادي، awesome، awesome رائع أو مدهش، popular، popular مشهور أو محبوب. معنا الـ conjugation of verbs، طبعا عندنا نوعين من الأفعال regular verbs ونوع تاني الـ irregular verbs. نبدأ بـ regular verbs: agree، agree، agreed، agreed يعني يوافق، try، try، tried، tried يحاول أو يجرب. نوع تاني الـ irregular verbs: win، win، won، won يعني يفوز، go، went يعني يذهب. عندنا بعض الـ important expressions and prepositions، تعبيرات مهمة وحروف جر. good at بيجي وراها verb plus ing أو noun، يا اسم يا فعل مضاف لـ ing. جيد في، good at playing football، أو ممكن أقولها good at football. أوكي، نفس الشيء bad at، نفس الشيء سيء في، برضو verb plus ing أو noun. let's بيجي وراء infinitive verb على طول، let's play يلا بينا نلعب. agree to plus infinitive يعني يوافق أن يفعل كذا. me too أنا أيضا، look fun يبدو ممتعا، so do I وأنا كذلك. الجدول المهم جدا، احنا اتفقنا بنحفظ الكلمات تمام، ولكن الأهم من حفظ الكلمات كمان إن احنا نحفظ جمل. هنا التوبيك بتاعنا لو طلب مننا نتكلم أو نكتب باراجراف عن السبورتس رياضات، طبعا دي مجموعة من الجمل فيها أسماء، أقدر طبعا أطوع الأسماء أو أغير الجمل للشيء المناسب للموضوع بتاعي. يعني أول جملة عندنا بيقول لنا سليم أند وائل آر توكينج أباوت سبورتس، سليم ووائل بيتكلموا عن الرياضات. وائل إز واتشينج سكواش ماتش، وائل بيشاهد ماتش أو مباراة سكواش. وائل إز جود أت بلاينج تنس، وائل جيد في لعب التنس. سليم إز جود أت بلاينج سكواش، سليم جيد في لعب السكواش. سليم لافز واتشينج كرادي أند كونغ فو أون تي في، سليم بيحب مشاهدة الكاراتيه والكونغ فو على التلفاز. وائل's favorite sports are swimming and sailing، رياضات وائل المفضلة هي السباحة والإبحار. طبعا أقدر أغير الأسماء، أقدر أستخدم نفس الجمل وأتكلم عن نفسي، ممكن أقول my favorite sports are swimming and sailing وهكذا. يعني ده طبعا مش قرآن زي ما اتفقنا، أقدر أعدل الجملة بس المهم يبقى عندي أساس أو جملة في دماغي أقدر أظبطها على حسب المحتوى اللي أنا عايزه. هنحل البوب كويز ده في الهومور، ونبدأ مع بعض نقرأ ده dialogue between سليم and وائل. يقول لنا سليم and وائل are talking about sports، بيتكلموا عن الألعاب الرياضية. سليم: What are you watching؟ ماذا تشاهد؟ وائل: An old match between رنيم الولايلي and نور الشربيني، It's great. I love squash. بقول له بتفرج على ماتش قديم بين البنتين دول،
ده عظيم أو الماتش ده عظيم، أنا بحب الإسكواش. قال له مي تو، هوز وينينج، من سيفوز؟ رانيم، she's very good at playing squash، هي شاطرة قوي في لعب الإسكواش. قال له I know، what sport are you good at، وانت بقى ايه الرياضة اللي انت كويس فيها؟ قال له I am very good at playing tennis، انا كويس قوي في لعب التنس. But I'm bad at playing handball، ولكني سيء في الهاندبول. What about you، وماذا عنك؟ قال له I'm good at playing squash، انا كويس في الاسكواش. But I'm bad at playing tennis، ولكني سيء في رياضة التنس. I love football too، انا بحب كمان كرة القدم. قال له so do I، وأنا كذلك. But I'm better at tennis than I am at football، قال له ولكني أشطر أو أفضل في التنس من الفوتبول. Let's go and play a game of football، خلينا نروح نلعب مباراة كرة قدم. قال له yes، let's go to the club later، خلينا نروح النادي بعدين. قال له yes، and what other sports do you watch on TV، إيه الرياضات التانية اللي أنت بتتفرج عليها على التلفاز؟ قال له I love watching karate and kung fu، قال له بحب أتفرج على الكاراتيه والكونغ فو. And you، وأنت؟ قال له my favorite are swimming and sailing، sailing looks fun. قال له الرياضات المفضلة عندي هي السباحة والإبحار، sailing الإبحار ده يبدو ممتع. Great، so what time do you want to play football؟ قال له عظيم، إذا في أي وقت تحب أو عايز تلعب كرة القدم؟ قال له at 5، حوالي الساعة 5، يعني بيتفق، يعني بيقول 5 كويس يعني. قال له awesome، see you in the club later، قال له عظيم أو الوقت ده مناسب، أشوفك لاحقا في النادي. طيب من الدايلوج ده المفترض إن إحنا اتعلمنا حاجة في language functions اللي هو to talk about sports، نتكلم مع بعض ازاي عن الرياضات. عندنا طبعا سؤال اللي هو بسأل حد بقوله what sports do you have in Egypt، ايه الرياضات اللي انت اللي لدينا في او لديك لدينا في مصر؟ قال له we have sports، نحن لدينا رياضات like football, tennis and swimming. سأله سؤال كمان which sports would you like to try، اي الرياضات دي انت تود او ترغب ان تجربها؟ قالت له I would like to try squash، أنا أريد أن أجرب الإسكواش. سألته What's the most popular sport in Egypt، يا ترى إيه اللعبة الأكثر شعبية في مصر؟ قال لها I think football is the most popular، أعتقد إن الفوتبول هي الأكثر شعبية. عندنا جزء في language focus، حاجة زي الجرامر كده، بس حاجة أوريدي أخدناها قبل كده، فعشان كده بيقول لنا remember، تذكر، بيكلمنا عن ال comparative adjectives، صفات المقارنة. لو حبيت أقارن بين حاجتين، شيئين، شخصين، مكانين، أي حاجتين، فبنستخدم الدرجة الثانية من الصفة أو اللي إحنا بنقول عليها صفات المقارنة أو ال comparative adjectives. طيب أعملها إزاي الصفات دي؟ بيقول لنا إن ال comparative adjectives دي القاعدة بتاعتهم، لو كانت الصفة اللي عندك أو عايز تستخدمها كانت short adjective، يعني مكونة غالبا من مقطع واحد، فإحنا بنحط الصفة زي ما هي، وبعد كده بزود لها ER، وبعد كده كلمة than، يعني بقول مثلا tall، طويل، عايز أقول أطول من، تبقى taller than. في المثال بيقول لنا نور is taller than رقية، نور تكون أطول من رقية. طب لو كانت الصفة اللي عندي long adjective أعمل إيه؟ ما ينفعش أزود لها حروف كمان، هي already طويلة، صفة حروفها كتير، فإحنا بدلا من الـ ER بنحط قبلها كلمة more، يعني أكثر، أو less، أقل، بعد كده الصفة زي ما هي بدون إضافات، بعد كده كلمة than، يعني صفة صعب اللي هي difficult، عايز أقول أكثر صعوبة هقول more difficult than. طب لو عايز أقول أقل صعوبة هقول less difficult than. بيقول لنا في الإكزامبل math is more difficult than English، الرياضيات تكون أكثر صعوبة من الإنجليش. بيقول لنا الصفات مش بس short adjective و long، عندنا صفات بنقول عليها regular adjectives، صفات غير منتظمة، يعني ما بينطبقش عليها
ولا قاعدة الشورت ولا قاعدة اللونج، احنا بنحفظها زي ما هي. ما عندنا طبعا اكتر من الاتنين دول، ولكن دول اللي احنا اوريدي اخدناهم قبل كده. صفة اللي هي جود جيد، الكومبيراتيف منها اللي هي افضل من او احسن من، better than، better than افضل من. كذلك كلمة bad سيء، بنقول أسوأ من، يعني worse than، worse than. كلنا في الإكزامبل I am better at tennis، أنا أكون أفضل في التنس، than I am at football، من ما أنا في كرة القدم. خلص part 1، وده جزء الاكسرسايزز اللي عليه. خلينا نحل مع بعض مثلا سؤال اللي choose. number 1 بيقول لنا we have like football and tennis in Egypt، عندنا ايه؟ ايه الفوتبول والتنس؟ اكيد دول سبورتس، يبقى we have sports. number 2 my favorite sport is swimming، I fun إيه sorry it fun. الولاد مزعجين في الشارع. اوكي، رياضتي المفضلة هي السباحة، it a fun، it looks fun. اوكي، نمبر 3 علي likes water sports like، علي بيحب الرياضات المائية مثل ايه؟ swimming and، اكيد الوحيدة المائية تحت اللي هي السيلينج، البحار. نمبر 4 my school team the football match easily، اكيد won، فاز، فريق مدرستي فاز بالمباراة كرة القدم بسهولة. اوكي نكمل، هنكمل بقية الاكسرسايزز دي في الهوم ورك. وطبعا هنا عندنا الباراجراف، مطلوب مننا نكتب او نتكلم عن سبورتس ان ايجيبت، رياضات في مصر. اكيد من الدرس او من الدايلوج نقدر نجمع جمل كتيرة عن الرياضات اللي موجودة في مصر. تعالوا نروح بقى البارت 2 اللي عنوانه an awful nightmare. an awful nightmare يعني حلم فظيع او مريع. طيب نبدأ نقرأ الفوكاب. اوكي، توكسيك، توكسيك يعني سام، لانجز، لانجز رئتين، الجزء اللي احنا بنتنفس بيه، الرئة اللي بتكون في صدر الإنسان، لانجز. emissions، emissions انبعاثات، يعني أي دخان بيطلع من عربيات أو من مصانع دي بنسميها emissions. awful، awful مزعج أو فظيع. greenhouse، greenhouse صوبة زجاجية. الجرين هاوسز هي بتبقى جزء زي كده، مكان مغلق من الزجاج وجواه بيتم زراعة بعض النباتات، الهدف منها إن الصوبة الزجاجية دي بتحتفظ بدرجة الحرارة، يعني جوه الجو بيبقى ساخن جدا أو حر عن المناخ الخارجي، دي بيستخدموه عشان يزرعوا نباتات مثلا اللي هي الصيفية يزرعوها في فصل الشتاء، فهي بتحافظ على درجة الحرارة جوه. ونفس الشيء في حالة التلوث، غازات الانبعاثات، غازات الاحتباس الحراري دي بتعمل نفس وظيفة الزجاج هنا، إنها بتخلي الكرة الأرضية ساخنة جدا والمناخ فيها حار جدا وما يقدرش يخرج خارجها، فده طبعا ده شيء ومشكلة خطيرة على الكرة الأرضية، وكأن الكرة الأرضية محطوطة جوه صوبة زجاجية، طبعا ده خطر على الأرض وبيؤدي إلى تغيرات مناخية رهيبة. دي جرين هاوس، جرين هاوس. نايت مير، نايت مير كابوس. بريذينج، بريذينج التنفس. شيد، شيد ظل. دريم، دريم حلم لو كانت ناون، ويحلم لو كانت فيرب. جراس، جراس حشائش. هوسبيتال، هوسبيتال مستشفى. اسليب، اسليب نائم. فاكتوري، فاكتوري مصنع. dirty، dirty غير نظيف. gray، gray رمادي أو اللون الرمادي. plastic، plastic. okay. clean، clean نظيف، أو طبعا لو verb ينظف. horrible، horrible مخيف. outside، outside بالخارج. sitting، sitting الجلوس. heart، heart قلب، قلب الإنسان غالبا. conjugation of verbs تصرفات الأفعال، النوع الأول regular verbs breathe، breathe breathed
breathed يتنفس، wait waited ينتظر، stay stayed يبقى. الـ irregular verbs know knew know knew يعني يعرف، drive drove drive drove يقود أو يسوق السيارة يعني، swim swam swim swam يسبح أو يعوم. مجموعة من important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر مهمة. dangerous for dangerous for خطير على، go on holiday يذهب في إجازة، even so مع ذلك، because of بسبب، cut down يقطع، look after يعتني بي، keep something clean يعني يبقي شيئا نظيفا، work hard يعمل بجد، get ready for يستعد لي، anymore لم يعد كذلك. مدينا بعض الكلمات اللي احنا قريناها من شوية ومدينا الـ definitions بتاعتها in English. toxic اللي هو سام means very bad to eat or breathe يعني حاجة سيئة إنك تأكلها أو تتنفسها. breathe يتنفس، to move air into and out of your lungs إنك تحرك الهواء داخل وخارج رئتيك. emissions emissions انبعاثات، gases from cars or factories غازات بتخرج من السيارات أو المصانع. shade اللي هو ظل، an area which the light of the sun can't reach هي المساحة اللي ضوء الشمس ما بيقدرش يوصل لها. nightmare كابوس means a bad dream حلم سيء. greenhouse الصوبة الزجاجية، a glass building مبنى زجاجي used for growing plants يستخدم لزراعة النباتات. تعالوا بقى نبدأ نقرأ درسنا اللي هو كان بعنوان awful nightmare. I can't breathe لا أستطيع أن أتنفس. I know that the air is black and toxic أنا عارفة إن الهواء أسود وسام. There are too many emissions from cars يوجد هناك الكثير من انبعاثات السيارات. It's dangerous for children's lungs ده خطير طبعا على رئة الأطفال. And we have to stay at home وإحنا لازم نقعد في البيت. There are many days يوجد هناك أيام عديدة when we can't go to school اللي فيها ما بنقدرش نروح المدرسة because the air is too bad بسبب إن الهواء سيء جدا. My little brother had to go to the hospital أخي الصغير يجب أن كان يجب أن يذهب إلى المستشفى because of problems with his breathing بسبب مشاكل في التنفس عنده. I remember when we could go to the park and play with our friends. أنا أتذكر عندما كنا نستطيع الذهاب إلى المتنزهات والحدائق ونلعب مع أصدقائنا. The grass was green. الحشائش كانت خضراء. And the sky was blue. والسماء كانت زرقاء. We could even see the sun. كنا حتى نستطيع أن نرى الشمس. Now we can't see the sun anymore. دلوقتي لا نستطيع أن نرى الشمس بعد ذلك. Because the sky is gray or black. لأن السماء رمادية أو سوداء. I remember going on holidays and playing on the beach with my family. أنا أتذكر ذهابنا في الأجازات واللعب على الشاطئ مع عائلتي. We swam in the sea. عمنا في البحر. But now, ولكن الآن, we can't swim in the sea. لا نستطيع أن نعوم في البحر. Because there is too much plastic in it and it's dirty. بسبب التلوث أو بسبب الكثير من البلاستيك والقذارة. الماء يعني أو البحار قذرة. طبعا هي بتوصف لنا حالة التلوث الشديدة سواء تلوث الهواء أو الماء ولدرجة إن أصلا الشمس ما بقتش تظهر. فطبعا دي مرحلة خطيرة جدا. Other things I remember أشياء أخرى أتذكرها. I remember are eating fruit from trees and sitting in their shade on hot days. تذكر أكل الفاكهة من الأشجار والجلوس في ظلالها في الأيام الحارة.
But now they cut down all the trees. دلوقتي قاموا بقطع كل الأشجار. طبعا من أكتر أسباب التلوث اللي إحنا بنعاني منه اللي هو قطع الأشجار، دي حاجة خطيرة جدا. So we only have fruit from green houses and we can't visit, can't sit outside anymore. ودلوقتي إحنا بس بنقدر نتناول فاكهة من الصوبات الزجاجية وما بنقدرش نقعد بالخارج anymore أكتر من ذلك. But wait، انتظر. What is that؟ ما هذا؟ It's my mom calling. إنها أمي تنادي. And it's time to get ready for school. إنه وقت الاستعداد للمدرسة. It was all an awful nightmare. إنه كان كابوس مزعج. I look outside. أنا بنظر بالخارج. And the sky is blue. السماء زرقاء. And I can see the sun. وأستطيع أن أرى الشمس. طبعا الحمد لله إن هو كان حلم، ونتمناش إن إحنا نوصل للمرحلة دي من التلوث. We're going to the park today. نحن ذاهبون إلى الحديقة اليوم. But I remember my dream. ولكني تذكرت حلمي. And I know in my heart we need to look after our planet. طبعا أنا عارفة من قلبي إن إحنا محتاجين إن إحنا نعتني بكوكبنا عشان ما نوصلش للمرحلة اللي هي شافتها في الحلم دي من التلوث. We can drive our cars less. نقدر طبعا نسوق عربياتنا بشكل أقل، تقصد ما نستخدمهاش طوال الوقت. Use our bikes more. نستخدم الدراجات أكتر من العربيات. Plant trees. نزرع أشجار. And keep our sea clean. ونحتفظ أو نحافظ على بحارنا نظيفة. But we must work hard at this. ولكن لازم نعمل بجد على الحاجات دي عشان ما نوصلش للحلم اللي هي شافته ويبقى حقيقة. طبعا بنصحكم انكم تشوفوا البلاي او الشورت بلاي اللي على القناة بتاعتي اللي هي بعنوان اكستريمز، ودي شورت بلاي بتحكي برضو عن التلوث والمشاكل التغير الكلايمت تشينج او التغير المناخي. وطبعا اهم حاجة لازم نعملها اللي هو plant more trees، ده اهم علاج عشان نواجه التلوث ده ونحافظ طبعا الاطفال اللي بيقطعوا الاشجار. لا طبعا الاشجار دي هي الشيء الوحيد اللي هيخلينا نقدر نعيش على الكوكب ونواجه التلوث والتغيرات المناخية اللي احنا بنعيشها. نحترم الاشجار ونزرع اشجار اكتر، ويا ريت نشوف المسرحية هتعجبكم ان شاء الله. نكمل. وصلنا للجنرال اكسرسايزز. خلونا نحل سؤال اللي تشوز. Number one بيقول لنا is an area which the light of the sun can't reach. ايه المساحة اللي ضوء الشمس ما بيقدرش يوصل لها؟ اكيد ده الشيء الظل. Number two because of the toxic air he has problems with his what. بسبب مشاكل تلوث الهواء عنده مشاكل فين؟ With his breathing تنفس. Number three is a glass building مبنى زجاجي used for growing plants. يستخدم لزراعة النباتات، طبعا اللي هي الجرين هاوس، الصوبة الزجاجية. Planting trees can help us. زراعة الأشجار ممكن تساعدنا. Our planet، إن إحنا look after our planet، إن إحنا نعتني بكوكبنا. أوكي، طبعا كده الإكسرسايز خلصت. عندنا paragraph بيطلب مننا نكتب عن what we can do to stop air pollution. ازاي نقدر نوقف تلوث الهواء؟ طبعا نقدر نستخدم كل الجمل اللي في الدرس اللي ورا، واللي هي نصحت لنا ان احنا drive our cars less, use our bikes more, كمان plant more trees, protect the trees. اوكي الى اخره، كل الحاجات النصائح دي عشان نقلل تلوث الهواء والمشاكل المناخية. وبكده انتهى درسنا النهاردة. أتمنى يكون كان سهل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير لباقي الفيديوهات. كان معكم مستر محمد سيف. أشوفكم في فيديو قادم ودرس جديد إن شاء الله. سلام.